تصدقوا بالله القعده معاكم دي احلى من ربع كيلو لب. القعده دي مش ناقصها غير كوبايتين شاي في الخمسين ثواني وكل جرى ايه يا رفاق؟ سايبين الثوره وقاعدين هنا بتعملوا ايه؟ قوم فز منك له، قوى الشعب العامله تنادينا. ثوره ايه ورفاق ايه الكلام ايه؟ في ايه يا برجواز يا متعفن انت؟ الله يسامحك يا زهاب، الله يسامحك، بوظت القعدة الحلوة اللي احنا قاعدينها دي. بقولك ايه؟ اتكل على الله انت روحي، احنا وراك على طول محصلينك، اتكل على الله بس يلا يلا. انا مش هتحرك من مكاني يا رفيق مجدي غير لما تقوموا كلكم ورايا، كل واحد فيكم يجيب سلاحه ويجي ورايا، اليوم ستسقط القوة الإمبريالية والمجد البلشوفية. البلشوفية؟ دي مهلبية. والله لولا بلشوفية دي كنت قلت إن هي عاملة دماغ ستالين مثلا. ستالين؟ مش ده اللي بتاع الكبدة اللي على ناصية الشارع؟ يا ابني افهم بقى، يا ابني افهم، ستالين ده بتاع كوبري ستانلي اللي في اسكندرية.